نعيش في عالم مليء بالفوضى والأنانية وحب الذات والصراع بداخلنا. المهموم أصبح عنيف جدا، وبما أننا عاجزون عن تحقيق أهدافنا وحدنا، فإننا نعتمد على الآخرين، فنستغلهم لغاياتنا ويستغلوننا لغاياتهم. عندما نفهم أنفسنا سنفهم الآخرين، وعندما نحب أنفسنا سيحبنا الآخرين، وسيحبنا ويرضى الله سبحانه وتعالى عنا. الحياة هي حياتك وليس حياة غيرك. الإنسان يجب أن يسعى من أجل نفسه ومن أجل حياته، ويكون قادرا على تلبية حاجاته وعدم استغلال غيره. الاستغلال في وقت من الأيام يكون سهلا، وفي يوم من الأيام يكون سهلا، وفي يوم من الأيام يكون سهلا، نقول إذا صعبا. الاستغلال ليس شيء سهل على الإنسان أن يتحمله، لأن الاستغلال يجعلنا لا نحقق أهدافنا التي نريد أن نصل إليها في يوم من الأيام، لأن عندما نتعرض للاستغلال من غيرنا لا نكون راضيين على أنفسنا، وهذا في الجانب الداخلي للإنسان. صحيح نريد المساعدة، صحيح نريد أن نكون سواسية، صحيح نريد أن نكون متميزين، صحيح نريد أن نكون نحن أنا، ولكن يجب أن تفهم شيئا، أن الحياة هي حياتك، وأن أنت يجب عليك أن تفهم نفسيتك ولا تدمرها. الحياة حياتك، افهمها ولا تدمرها، وتكون سعيدا مدى الحياة. والوقت يمر والحياة تجري، والحياة حياتك، افهمها ولا تدمرها. هذه هي نصيحتي لليوم. أتمنى أن تكون نقطة فوق حرف من حياتك. بالصبر تبلغ ما تريد، وبالصبر يلين الحديد، في صمت الصبر تنمو القوة، وفي توكلنا على الله نجد الطمأنينة. الله يعلم متى يكون الوقت المناسب، لهذا اصبر بقلب مطمئن ورأس مرفوع. الصبر لا يعني الانتظار فقط، بل يعني الانتظار بثقة ورضا في قدر الله.